ماتشين امبارح برضو ايه فيهم كلام كتير صح جداً. بس قبل ما ندخل في تشامبيونز ليج امبارح والنهارده عايز الحقيقه بما انه يعني يوم العالمي يبقى لازم نتكلم على الاهلي العالمي والانجاز الكبير اللي حققه الفريق في وقت كان فيه عدد كبير جدا من الصعوبات. يعني انا بقول انه الانجاز الاهم والاصعب للاهلي في بطولات مشاركته في كاس العالم كلها كان اتحقق السنه دي. شوف هو الحقيقه اللي عمله الاهلي لو عايزين نلخص يعني اللي حصل كده في كلمتين فهو اللي عمله الاهلي ده كان خارج نطاق المنطق. ايوه لان المنطق لو جيت تطبقه على تجربه الاهلي في كاس العالم للانديه السنه دي بيقول انه ما ينفعش وفقا لكل المعطيات انه يكسب مباراه او يحقق اي مركز او يحقق اي انجاز من اي نوع. كل الظروف كانت ضد الفريق بدايه من حرمانه من كل نجومه الدوليين، ثم سلسلة من الإصابات الغريبة جدا في وقت صعب، ثم قرعة قدام فريق مش قليل، فريق مونتيري من الفرق اللي بتلعب كورة كويسة وعنده نجوم دوليين وعنده سكواد متخدم عليه وكلنا شفناه أرجنتين وكولومبيا وهولندا والدوليين المكسيكيين وعنده طبعا. مدرب حافظك وعارفك خافير أجيري اشتغل في مصر واشتغل مع لعيبة الأهلي وعارف فل بصراحة فطلعت حاجة كويسة فكل الأجواء بتقول إن لا الدنيا ما كانتش هتبقى مظبوطة وأنا متأكد إن طبعا مع ثقة جماهير الأهلي الكبيرة في فريقهم لكن كان كل الناس بتقول والله إحنا متقبلين إن اللعيبة تأدي اللي عليها وأي نتيجة خلاص إحنا بس الاهلي عايز يخرج او احنا متقبلين لو الاهلي خرج شكله حلو يا عمل اللي حتى لو خسر ما فيش مشكله وانا متاكد ككل الجماهير هتعذر اللعيبه لكن ان انت تيجي في اول مباراه بهذا النقص العدد اولا تعامل تكتيكي كان رائع جدا من المدير الفني موسيماني ذاكر الفريق اللي قدامه اللعيبه كلها كل لاعب بذل فوق ال 100% من المجهود فتظهر بالشكل ده وبالاداء الرائع ده وتكسب وبعدين قدام بالميراس على الرغم ان انت خسرت في مباراه كان ممكن جدا توصل فيها فاينل لو انت في ظروفك الطبيعيه ومع ذلك معظم المباراه كان عندك فرص وكان ممكن توصل وكان ممكن تتعادل وبعدين تيجي بقى في المباراه واللقطه الاروع طبعا في البطوله قدام فريق اكتر فريق حضر للبطوله وصرف على 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 السكواد بتاعه وعنده نجوم في كل المراكز والمباراه كمان ليها خلفيات وحساسيات وطبعا ديربي عربي افريقي اسيوي كل ده وفي محفل عالمي انت مش بطوله افرو اسيويه ولا سوبر مصري سعودي ده والرياكشن اللي حصل باقاله اسم بحجم ليوناردو جاردين بعد المباراه دي يقول لك قد ايه كان الصدمه عنيفه وكان الامال اكبر من كده. الاهلي الحقيقه قدم بطوله للتاريخ مفيش انا مش قادر الاقي غلطه للاهلي في البطوله من اول مدير فني انا معجب جدا باداء موسيماني في البطوله الحقيقه ولازم اشيد بيه لان الراجل ده في المباريات الكبيره وفي البطولات الكبيره بيكشف فعلا عن قدرات عنده. كل لعيبه الاهلي ادت اللعيبه اللي جم من منتخب مصر مع هذا الارهاق وهذا الاجهاد عملوا فارق والمجموعه اللي قبلهم قبل ما اروح